ما عملوش طبلات قبل كده. ايه ده، في تليفونات؟ في تليفونات؟ في تليفونات؟ انت وين رايحين؟ لسه الا الا بس لسه في ناس. سنة وشوية بس. في عالم بيقعدوا 10 سنين ما بيقدروا يعملوا الشيء اللي بعمله بالرأس. مش أنا بالقطع، لأنه أنا بالقطع، لأنك أنت بتحبيها، بحب الشيء اللي عم بعمله. يعني تعرف أنت لما تحبي شيء أنت تسويه مثلا دغري بتلقطها الأغنية، حتى الأغنية اللي أنت بتحبيها وبتغنيها أوف تطلع منك تحفة. يعني زي مثلا أغنية آخر شيء غنيتها حق بتروح لك مشوار، حبيتها، فاهم؟ حبيت الأغنية. شفت بتطلع معك لما تحب الشغله، بتطلع معك من كل قلبك. طيب انت ايش بتسوي؟ كيف ما يعني انت انه لازم الناس يعرفوا انه انت بتشتغلي نفسك كمان، انه بترقصي وبتغني وبتركزي، فهمتي؟ يعني غير كذا يعني الحركه بتضيع النفس. وانت معك انا بعد هلا اعطيوني تابلوين برقص فيهم اول اثنين، بس بدي ارجع مثل الاول، بدي ارجع غني وارقص، لأنه أنا أدى للشغلة. هني يمكن بعد ما كتير واسقين إنه أنا بقدر أعملها، بس أنا بقدر أعملها، بقدر. أنت غنيتي أول براين وراك يو، ورجعت غنيتها وديب إز يور لاف. من بعدها افترقت أنا وأنيس، كل واحد صار يغني لوحده. طلعت نومينا أنا مرة، وهلا رجعنا غنينا كل واحد لوحده، اثنيناتنا كتر خير الله زبطت معنا، طلعت منيحة. والمفروض نرجع مع بعض هالجمعة، المفروض، فلازم أعمل كتير منيح بالإيفال. طيب الاغنيه ما اخذتوها انتو حق اللي بتغنوها؟ خلاص ستي طيب. بس ما حد سواها، سواها حتغنوها كذا بس صار. لا ما بعرف، انا بعد ما بعرف شيء، بس اللي بعرفه انه عطشون اغنيه ستي لريهانا، فنحن علينا نتمرن عليها. بس انا اذا فليت هالجمعه ام اخر جمعه كثير تعلمت من هون طبعا كثير. يعني كثير تغيرت. اقول لك شيء، يعني انت داخله بمنافسه يعني عن جد قويه، السيزون هذا قوي كثير. وانت انه وصولك للبرايم مثلا السادس والسابع والثامن بالنسبه لك شيء كبير. تمام. كلمت شو كثير أصدار كثير والعون، قال لي ما بدي بقى أقول لك لأنه لا ما قال هيك، بقى خليك مركز مثل ما أنت وما تفكر بالمرة ليك. وسمعنا عم بخبرك خيي، قال لي شفناك مبارع عم بخبر مبال عن شو بك تعمل أنت ومروان. حلو الفكرة، بس كتاب خبرك هون. بس غيرت الفكرة أنا، بس قالوا لي كمان فكرة حلوة. الفكرة الثانية حلوة، أحلى من الأولى كثير. ما أعرف شو، بس الفكرة حلوة. وشو ما قلت لي ما بقتنع. لازم نحن ننقل اواني على نبقى شو هي؟ اوكي خلص. ثاني شيء ما رجعت كلمته مره ثانيه، بس انه الفكره مقبوله يعني، انه اذا فهمت الساعه 2 هون منيحه بعطيه، بس انا اهم شيء رقصه وديه. الهدايا حقتي كان هداياك، خذ راحتك. صار بكاسات ميرسي يا عيني. كسرين ايه الموزه دي؟ لا خلص رجع. ما ازرق ابيض، انا احب اللون على فكره الازرق. لا جد احب اللون الازرق كثير. عدت بس ما ادري، اتوقع انه من يعني كحلي يعني ازرق. يا حنين ما تلبسني في الشجر. من؟ ايه من؟ شو بالي؟ شوف منك يا هوا. والمغرب كثير عايز اشرب شاي. هو في حاجات من دي؟ ديزرت؟ ما تحكي قبل ما يقفل هذه الشراره. قلت له بس سؤال والله حشوف ام اليوم. قلت له بعد الغلطه بالبروجرام. لا قلت له كثر خير الله. كنت عم فكر ضب شنطه. هذا اللي يقول امس انا مرتبط طب شامل امس هذه شغله. شو يقول المرتبط؟ شو يقول؟ ما عجبه البروجرام. شو البروجرام؟ مرتضى يا ابو مرتضى مرتضى وي مس يو.
قولي له بالعربي عشان يفهم. اشتقنا لك يا مرتضى. حبيبي ماكو مشاكل ماكو. ماكو دروس دروس يا مرتضى دروس. مرتضى دروس يا مرتضى دروس. ماكو ادرس 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 نسيم هناك في ال توقع قاعد يسمع الأغنية. لك شكله شو صغيرة. طلع قد صغيرة. قد صغيرة. لا 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 سويت لا الجوابه لا تجيب خليك على يعني الانترو بتاعك فوق ده يا الله مش عارف اول لوميني رفايل جاف انا سالوني منين اصلا ومين امي اكيد كم يلا مستني انت بدرب وانا بدرب ما نلتقي كل الساعة يا اكيد اتوقع حنين حنين فلوس ايش اسم الاغنيه والله حسن لله قالت لي عدوى مشيت هاني اللي مشيتي هاني مش فارقه معي اذا مشيت هاني بتقولوا ايه انتم بتقولي ايه ما فرقت معي ما فرقت هاني اللي مشيتي ليدي وراك سد الباب بنشرب انا وياك شيء طيب كم صار شوي هاني يا نمشيتي هاني يا نمشيتي مورا مورا